اليوم يتنفس الصبح أنسام العائدين على أجنحة الحنين. اليوم يسترجع المكان ذاكرة حميمة، يستأنس بالوجوه الحنونة بوقع خطاهم بالأروقة العتيقة، وتتهافت الأمكنة شوقا لأحبابها. اليوم يعود كل شيء لأصحابه كما ينبغي له، ويحتفي العابدون بزهرة المدائن. اليوم تفتح أبواب السماء وتتوضأ الوجوه بأطهر ثرى على عتبة الأنبياء لتصلي. اليوم يرونه بعيدا ونراه قريبا. العاصمة الأبدية القدس المحتلة، نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا قدس، لنحدثكم عن آخر التطورات الميدانية والسياسية والاجتماعية والثقافية في العاصمة المحتلة. سيكون لنا وقفة للحديث عن آخر المشاريع الاستيطانية وأهمها، وهو القطار الهوائي الذي يقطع أوصال البلاد ويضيف عليها طابعا تهويديا لا يشبه المدينة ولا حتى أهلها. سيكون لنا وقفة للحديث عن انتخابات المجلس التشريعي وموقف القدس من هذه الانتخابات ودور وزارة شؤون القدس في هذا المجال، وكيف سيشارك المقدسي في هذه الانتخابات استنادا لقانون الانتخابات. سنتحدث عن تجربة اعتقال جديدة بعد 10 سنوات من الأسر، هو خرج ولكن شقيقه داخل سجون الاحتلال. سنتحدث في فقرتنا الطبية عن جنود مجهولين وراء الكواليس، وهم أطباء التخدير في مستشفى المقاصد وفي مشافي القدس بشكل عام. وكونوا معنا لنتحدث عن ألبوم رحلة، وهو أول ألبوم لفرقة مزاج المقدسية الغنائية التي تتكون من عدد من العازفين. سيكون لنا وقفة أيضا ونافذة مسجلة مع زميلتنا أسيل عيد لنتحدث عن مشاريع استيطانية أخرى تطال أطراف العاصمة. كل هذه المواضيع وأكثر مع ضيوفي الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. صباح الصمود والعودة الأكيدة لكل اللاجئين المهجرين يلي راجعين بإذن الله على أراضيهم. موجودين اليوم في قرية زكريا يلي أقامت عليها سلطات الاحتلال مستوطنة سمتها زخاريا. وإحنا بالطريق لهون كنت عم بحلم بتفاصيل كتيرة ممكن إحنا نصورها لموقع أثري تم اكتشافه من سنين، لأنه للأسف يبدو أن سلطات الاحتلال جرفته لتطمس أي موقع أثري ممكن اكتشافه لإثبات وجود العروبة الموجودة في هذا المكان. رح نحكي عن التفاصيل، رح نحكي عن قرية زكريا مع خبيرة الآثار عبير زياد. يسعد صباحك. وصباحك يا رب. بداية شكرا لأنك رافقتينا لهون. تحكي لنا أكثر عن قرية زكريا قبل لنوصل لصلب الموضوع. قرية زكريا هي إحدى القرى المهجرة من عام 1948، وهي اللي طبعا تتبع قضاء الخليل، رغم أنه اليوم من ناحية لما نطلع على الموقع نستغرب جدا أنه هذا الموقع كان يتبع لقضاء الخليل. طبعا أراضي قرية زكريا واللي كانت معروفة بأنه هي من أوائل القرى اللي انتشر فيها التعليم كمدارس وأنشئ فيها كمدارس، وكانت بتمتاز أيضا بأنه المدارس فيها كانت مختلفة باختلاف الأماكن الأخرى في فلسطين، وكان في نوع من الفكاهة اللي دائما تطلق على أهالي قرية زكريا بأنه كانوا يستخدموا الكاف بشكل واضح، وأنه بيستخدموا اللغة العربية الفصحى أكثر من اللغة المحكية أو اللغة القروية اللي موجودة في فلسطين. طبعا قرية زكريا تم إزالة أغلب مبانيها، في بقايا بسيطة منها، واللي أقيمت فيما بعد مستوطنة زخاريا اللي هي تحريف لمسمى زكريا في نفس الموقع. لكن طبعا أراضي قرية زكريا هي أراضي ممتدة، في تلة قريبة واللي هي بتتبع على أراضي قرية زكريا سميت تلة النبي زكريا، وهي التلة هي تلة أثرية وبدأت فيها حفريات من سنوات. صحيح، احنا موجودين على بعض اليوم. طبعا في سابقا كان الاعتقاد خاصة خلال المسح الأثري بأنه ممكن يلاقوا
موقع بيزنطي أو ممكن يلاقوا موقع روماني في المنطقة. لما بدأت الخطة الإسرائيلية في عملية توسيع لمستوطنة مدعين وبناء طرق وبناء مبنى لوجستي، صار في إشي اللي إحنا بنسميه الحفريات الإنقاذية، واللي هي عبارة عن حفريات تقام في الموقع قبل عمليات البناء للتأكد من وجود أشياء يستحق الإنقاذ أم لا في الموقع. طبعا صار في عندنا هون حفريه اثريه من هذا النوع. هاي الحفريه الاثريه اللي اقيمت على مساحه 4 دنم وهي جزء فقط من المنطقه اللي تم عمليه البناء فيها، اكتشف فيها اكتشافات مهمه جدا. هاي الاكتشافات كانت ليس فقط انه في عندنا مدينه او منطقه سكن اللي هي اكبر بكثير من ما كانوا بتخيلوا، وعدد سكان اكبر بكثير من ما كانوا يتوقعوا في هاي المنطقه، كمان انه مش فقط انه هاي المنطقه هي فيها بقايا رومانية وبقايا بيزنطية لكنها قليلة، لكن الإشي الكبير والإشي الضخم كان هو البقايا الإسلامية، خاصة بالفترة الإسلامية المبكرة وبتركيز أكبر بالفترة العباسية. وطبعا إحنا بنعرف قديش ندورة العثور على بقايا أثرية بترجع للفترة العباسية. طبعا عثر على منازل، عثر على آبار اللي هي أيضا مطلية من الداخل، عثر على أماكن تصنيع زجاج، عثر ايضا على اوزان زجاجيه، عثر على فسيفساء، على اقواس، عثر ايضا على ادله اللي بتثبت الاختلاط الديني السلمي اللي كان موجود، واللي هي عباره عن مرحله انتقاليه في السكان نفسهم، واللي هي اصلا شيء مهم جدا دائما الاسرائيليين والصهاينه بيركزوا عليه، انه الفلسطينيين هم عباره عن عرب اجوا من خارج فلسطين، لكن مثل هذا الموقع هو اثبات حي بانه الفلسطينيين هم السكان نفسهم لكن تغيرت ديانتهم. وفي هذا الموقع كان في إثباتات على التغير الديني بشكل تدريجي من الديانة المسيحية للديانة الإسلامية، وهذا بيأكد على أن الفلسطينيين هم استمرارية في السكن والحق وليس قادمين أو مهاجرين من الدول العربية كما يدعي دائما الصهاينة وأجوا على فلسطين. طبعا كنا نحكي عبير، بديش اقاطعك، عن قديش لما كانوا لما الاحتلال عم بيكتشف او عم بيصنع تفاصيل ممكن يحكي انها هي يهوديه وبيحافظ عليها، اما في لما يلاقي تراث عربي فلسطيني او مسيحي مسلم كله بيحاول يطمسه او بطمسه فعليا. صحيح صحيح، هم بدايه الموجودات كلها كانت تدل على الديانه المسيحيه والديانه الاسلاميه، لم يتم العثور على اي شيء يدل على وجود احد يعتنق الديانه اليهوديه في الموقع. طبعا رغم هيك هم في حتى في تقريرهم بيكتبوا انه انتقال السكان من الديانة المسيحية واليهودية الى الديانة الاسلامية، لكن فعليا الاثار هي فقط كانت اثار اسلامية مسيحية، بمجمل هي اثار فلسطينية. طبعا على مر السنوات ومن بينها مثلا الحفريات اللي حثت عندنا في القصور الاموية او حتى كنيسة الكثسمة اللي موجودة عندنا في طريق بيت لحم، كل هاي اللي هي مواقع فلسطينية بتثبت العروبة، هاي المواقع كلها كان في محاولات لإزالتها بالكامل. طبعا في مواقع تم إنقاذها مثل القصور الأموية نتيجة للصحافة، في مواقع تانية اللي أهملت تماما مثل كنيسة الكثسمة، وفي مواقع اللي تتعرض للإزالة بشكل كامل مثل الموقع اللي إحنا موجودين فيه اللي هو تلة زكريا. الإزالة الكاملة للبقايا الأثرية بحجة عدم الأهمية، إنه تم توثيقها تم تصويرها وهذا يكفي، وإنه عجلة الحياة بدها تمشي فنزيلها. لكن لو كان هذا الموقع فيه اي دليل اثري يثبت وجود سكن للديانه اليهوديه لن نجد نفس الموقف من الاسرائيليين. قديش خطوره هذا الموضوع؟ هذا الموضوع ليس فقط المكان هون، خطورة هذا الموضوع أنه يتكرر في كل فلسطين ويتكرر في بعض الأحيان بإيد الفلسطينيين أنفسهم، خاصة لصوص الأثار، لأنه لصوص الأثار بيقوموا بعمليات حفريات غير موثقة، بوثقوش أي شيء من الحفريات اللي بيقوموا فيها، في النهاية بيهدفوا هم للعثور على موجودات اللي يمكن بيعها. طبعا الإسرائيليين ما بيدفعوا إلا في موجودات اللي هي بترجع للفترة الرومانية اللي نوعا ما ممكن تثبت وجود سكن لليهود في هاي الفترة، فنتيجة لهاي لصوص الأثار هم بقوموا بعملية تدمير كل المواقع الإسلامية واللي بتثبت الاستمرارية وأحقيتنا في بلادنا عشان يوصلوا لهاي الموجودات اللي الإسرائيليين بدفعوا ثمنها. فإحنا في عنا مشكلتين، المشكلة من قبل الإسرائيليين والمشكلة الثانية من قبل لصوص الأثار اللي هم بيعملوا تحت خدمة الإسرائيليين في إزالة
الآثار الإسلامية والعربية، واللي هي بتخلينا نفقد فعليا التاريخ الحقيقي لفلسطين والتاريخ الحقيقي للتطور المعماري في فلسطين. يعني موقع مثل هذا اللي هو كان هالقد مزدهر في الفترة العباسية وبالفترة الأموية، وكان عبارة عن حلقة وصل بين يافا وبين القدس، وكان منطقة تجارية. بيتم طبعا هذا الموقع تم فعال لحد الفترة الصليبية، بعد الفترة الصليبية صار في انتكاسة ورجع مرة ثانية تم السكن فيه بالفترة المملوكية، وبعد هيك السكان انتقلوا لموقع قرية زكريا، المباني اللي اليوم بنعرف بقاياها، فهي عبارة عن امتداد للسكن. وخلينا نختم بالمطلوب مننا كفلسطينيين للحفاظ على أماكن بهاي الميزة وبهاي الأهمية. بداية المواقع على الأقل اللي إحنا موجودة عندنا في الضفة الغربية تتوقف عمليات السرقات، لأنه هاي مسؤولية وطنية ومسؤولية على الجميع. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للمواقع اللي مثل تلة زكريا من اللي هي تقع تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، انه يكون في هناك حملات اعلامية كافية اللي بتركز على هذا الموضوع لمنع تدمير الاثار اللي من هاي النوعية، بالاضافة طبعا انه لازم يكون في تثقيف كامل للفلسطينيين ولغير الفلسطينيين حول ما تقوم به اسرائيل من عملية تدمير ممنهجة للاثار الفلسطينية. شكرا لك خبيرة الاثار عبير زياد، شكرا لك ثاني مرة لانه جيتي معنا لهون. شكرا لجميع المشاهدين، وهي صرخة لكل شخص مسؤول بحاول انه يحافظ على هاي الاماكن، هاي الاماكن الاثرية يلي بتثبت وجود الفلسطينيين وجود المسلمين والمسيحيين على هاي الارض، المفروض انها هي يتم انقاذها. وهي صرخة ايضا، صرخة اشتياق من التراب ومن الحجارة لكل الاهالي يلي تهجروا من قرية زكريا، ان الثوابت الفلسطينية قائمة لن تزول، والعودة قائمة، والتحرير قائم بإذن الله. الشكر موصول للزميلة أسيل عيد التي نقلتنا من استديوهات برنامج صباح الخير يا قدس إلى مثال حي على المشاريع الاستيطانية التي تشوه العاصمة وتعمل على تفتيت معالمها العربية الموجودة فيها لتحولها إلى مستوطنات يسكنها غرباء وترفضهم الأرض في قرية زكريا القريبة من شمال العاصمة المحتلة. والعودة إلى استديوهاتنا هنا في القدس المحتلة لإكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس مع ضيوفي الكرام، ونتحدث في هذه الفقرة على الانتخابات التشريعية وموعدها القادم. والانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكن المواطن الفلسطيني اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع. هذا آخر ما ورد على رسالة الرئيس محمود عباس تأكيدا على الوحدة الوطنية، ومع استمرار تعنت إسرائيل المعلن عن إقامة انتخابات تشريعية في القدس منذ سنوات، تعمل القيادة الفلسطينية على إيجاد حل مناسب ودستوري باختيار ما يناسب من الوسائل ليتمكن المقدسي من الاقتراع بشكل ديمقراطي تنفيذا لقانون الانتخابات الذي يحتم أيضا إقامة الانتخابات في القدس وفقا للمادة 112. نتحدث عن قيمة المشاركة في هذه الانتخابات، رمزية القدس، وماذا يعني لنا كمقدسيين ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، وماذا ستحمل الانتخابات الجديدة إلى القدس وأهلها، مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أشرف الأعور أستاذ القانون العام في جامعة القدس وأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو مجلس الوطن الفلسطيني. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباح المشاهدين. في البداية نتحدث عن قيمة المشاركة من هذه الانتخابات. صحيح أنه بداية يعني حابين نتكلم عن موضوع دور المجلس التشريعي. المجلس التشريعي هو دائما دوره رقابي على السلطة التنفيذية، إضافة إلى دوره في سن القوانين والتشريعات اللي إحنا طبعا كنا نفتقر إلها بسبب الحقبات المتتالية اللي مرت فيها فلسطين. طبعا اليوم لما نحكي عن المشاركة في هذه الانتخابات هي مشاركة أصيلة، يجب على المقدسيين إنه يشاركوا في هذا في هذه الانتخابات. هناك دور ملقى على عاتق القيادة الفلسطينية زي ما تفضلتي في إيجاد الحلول والوسائل والطرق في حال إنه إسرائيل منعت مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات.
ونحن طبعا جرت ثلاث او جرت مرتين انتخابات تشريعيه في فلسطين. صحيح. كانت القدس حاضره في الانتخابات سواء في عام 1996 او في عام 2006، وطبعا هاي كانت بناء على اتفاقيات او اتفاق اوسلو 2 اللي وقعته منظمه التحرير مع اسرائيل في عام 1995، اللي سمحت في اسرائيل انه المقدسي يشارك في الانتخابات التشريعيه والرئاسيه، واللي من خلالها سمحت لانه المقدسيين انه يقترعوا في مراكز البريد. طبعا احنا متعودين على اسرائيل، دائما اسرائيل تضع او توقع الاتفاقيات، واول من ينقض تلك الاتفاقيات حطت العراقيل، وضعت العراقيل، منعت المرشحين انهم او الدعايه الانتخابيه في التشريع، انه الدعايه الانتخابيه في انهم يسوقوا انفسهم سواء قوائم سواء افراد، منعت الناس من التوجه لهذه المراكز لانه كان عددها قليل وعدد الناخبين عدد كبير. لما انك بتحط انت ست مراكز بريد لاكثر من 320 ألف مقدسي، فبالتالي هناك وضعت العراقيل اللي تمنع هذا الموضوع من انه يتم. للقدس والمقدسي رمزية خاصة من الانتخابات كما ذكرت في بداية حديثك، يعني مشاركتنا في الانتخابات ليست لمجرد المشاركة والاقتراع، بل لتثبيت الهوية ولتثبيت الجنسية الفلسطينية، وخاصة أن في مدينة القدس للمقدسي وضع خاص من ناحية الاعتراف به سواء من هذه الجهة أو هذه. صحيح. يمكن إسرائيل بعام 2006 قررت أنها تمنع المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، ولكن كان في هناك ضغط دولي وكان هناك في ضغط أمريكي اللي جعل إسرائيل كمان مرة تخلينا نشارك، واللي بيستقرئ المستقبل يجد أن إسرائيل راح تتعنت في عدم السماح للمقدسيين في المشاركة في هذه الانتخابات. طبعا لأنه زي ما تفضلتي اليوم الصراع على هذه المدينة، الصراع اليوم أنه هم بيعتبروها عاصمة لدولة إسرائيل ونحن نعتبرها عاصمة أبدية لدولة فلسطين، فبالتالي لن يسمحوا في إجراء هذه الانتخابات، وهذا اللي معلن واللي دائما تعلنه دولة الاحتلال. فلذلك أنا بتوقع أن هناك دور كبير على عاتق القيادة الفلسطينية من خلال أنه نستخدم اللي هو قانون الانتخابات، اللي قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 اللي هو قرار بقانون اللي عدل في الانتخابات اللي أو قانون الانتخابات العام 2005 اللي تحدثت المادة فيه على أنه الناخبين الفلسطينيين في القدس، أعطى القانون الحق للجنة الانتخابات أنه تضع اللي هي أي إجراءات أو تتبع أي وسائل من أجل أنه مناسبة طبعا لتمكين الناخبين المقدسيين من الأداء في من الأداء بأصواتهم في هاي الانتخابات. طبعا هذا الحكي بدل أنه المشرع الفلسطيني استقرأ المستقبل، أو حتى إذا أنا بدي أحكي كلمة بحكي أنه هو كان على يقين أنه إحنا مقبلين على معركة القدس. يعني وهذه هذا هي جزء معركة من اتفاقية طابة واتفاقية القاهرة التي تتحدث عن أن الانتخابات يجب أن تتم بوجود القدس والضفة الغربية. صحيح. وقطاع غزة. الجزء القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين، فبالتالي حقنا كفلسطينيين أن نشارك في هذه الانتخابات، وأنا بتوقع أنه يجب أن يكون هناك دور اليوم. صحيح. أن نثبت لدولة الاحتلال أن القدس عربية، أن القدس عاصمة لدولة فلسطين. ليس المهم من يفوز، ليس المهم من الفصيل الفلاني نجح أو الفصيل الفلاني نجح، لا، المهم اليوم أن نثبت أن المشاركة، أن نثبت فيها أن هذه المدينة هي مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. طب. شاء من شاء وأبى من أبى. دعني أسألك سؤال أهل القدس، وهو كيف ستخدم الانتخابات القدس وأهلها؟ صحيح أنه دائما الانتخابات التشريعية هي تفرز المجموعة اللي بتمثل هذا الشعب، فبالتالي دوما إحنا حتى يوم ما كانوا في الانتخابات عام 1996 خرج ممثلين مقدسيين لقبة البرلمان أو للمجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك الأمر بالعام 2006 بغض النظر عن العراقيل اللي بتضعها إسرائيل من اعتقالات، من استدعاءات، من كل هاي الأمور، إلا أنه دائما إحنا بحاجة
إلى ناس تنقل صوتنا، تنقل همومنا، ولا يمكن أن ينقل هم الفلسطيني إلا فلسطيني أو هم المقدسي آسف إلا مقدسي عاش بهاي الظروف. أنت بتعرفي الهجمة الشرسة اللي بتعرض لها المقدسيين. طبعا إحنا لا شك أنه نجد أن هناك ثقة عالية في الفلسطيني بشكل عام بأنه دوما القدس في قلبه وفي أعينه، ولكن دوما يجب أن يكون هناك مقدسيين ينقلوا الهم الفلسطيني، ولا يمكن ولن يكون أفضل من المقدسي أن ينقل همنا وهمومنا إلى المجلس التشريعي. في كل انتخابات يكون هنالك كما ذكرت برامج معينة ودعيات انتخابية تخص محافظات القدس درة التاج. ما هي الأولويات على رأس الانتخابات التشريعية فيما يتعلق في مدينة القدس خاصة في ظل عمليات التهويد كما ذكرت؟ يعني أنا بعتقد أنه اليوم أي حدا حابب أنه أو أي حدا بفكر أو حتى أي فصيلة أو أي كتلة بتفكر أنها تكون اليوم موجودة في القدس في موضوع الانتخابات التشريعية يجب أن تراعي كافة الظروف الصعبة التي يمر فيها المقدسي. احنا اليوم لازم نخرج من اطار الدعاية الانتخابية الشخصية لنخرج صحيح. الى اطار الدعاية او الحفاظ على هذه المدينة، الحفاظ على مقدساتها، الحفاظ على شعبها، الحفاظ على اراضيها، على مدنها، على قراها. انت شايفة عملية التهويد اللي بتتم فيها تثبيت المقدسيين بشكل عام من خلال العديد من البرامج التي يجب ان تكون على سلم اولويات أي قائمة راح تكون موجودة اليوم في موضوع الانتخابات التشريعية. من صفتك الاعتبارية وكأمين سر الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين وغيرها، كيف ستساعدون على إنجاح هذه الانتخابات وخاصة فيما يتعلق في القدس؟ الصحيح أنه إحنا في الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين دائما القدس هي أولوية في هذا الموضوع، وأنا بتوقع أنه إحنا دورنا مش بس في الاتحاد العام، دورنا كأكاديميين، دورنا كنقابات، دورنا ككتل، كفصائل، يجب أن يكون من خلال توعية المقدسي في أنه يمارس حقه في هذه الانتخابات. الحق اللي احنا بالنهاية بنعتبره هو عبارة عن حفاظ عن هذه المدينة. إذا احنا اليوم شاركنا، وأنا بعرف أنه حتى مشاركة المقدسي في الانتخابات سواء في 96 أو 2006 كانت مشاركة لم ترقى إلى المستوى اللي احنا نتمناه، ولكن اليوم أنا بدعو كل المقدسيين من خلال تلفزيون فلسطين وبرنامجكم برنامج صباح الخير يا قدس، انه اذا في حال انه تم اجراء هذه الانتخابات انه الكل يتوجه للانتخاب او للادلاء او الاقتراع بصوته، لانه هاي المعركه زي ما حكينا معركه ثبات، معركه بالنهايه بتدعي الجميع للحفاظ على هذه المدينه، ودورنا كنقابات ومؤسسات وكتل وحتى نتوحد الجهود في سبيل إنجاح كل الجهود في سبيل انه اقناع الناخب المقدسي انه يتوجه دكتور. حتى ولو كانت هناك وسائل، وانا بتوقع انه راح يكون دور للقياده الفلسطينيه في ايجاد وسائل سهله ممكن تكون زي ما تفضلتي انت الكترونيه صحيح. اللي تعطي المجال. هذا ما يقودني لسؤالي الاخر، وهو كيف سيتم اشراك المقدسي؟ كنت قد ذكرت ان كانت الانتخابات سابقا تتم عبر مراكز البريد، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه اوسلو ونص عليه في هذه الاتفاقيه. اليوم وفي ظل التطور الالكتروني وفي ظل مهاجمه الاحتلال ووضع عراقيل امام هذا الاقتراع، صناديق الاقتراع، كيف يمكن ايجاد حل مناسب وسهل يمكن المقدسيين من التوجه الى الاقتراع والانتخاب؟ انا بتوقع انه زي ما تفضلت لك في البدايه انه المشرع الفلسطيني يعني كان متنبه لهي النقطه، فبالتالي وضع نص قانوني في موضوع الانتخابات اللي اعطى للجنه الانتخابات الحق في ايجاد اي وسائل. الاساس انها تكون هاي الوسائل قانونيه، والقانون اجاز ذلك، فبالتالي اي وسيله ممكن اليوم تكون موجوده، ممكن تكون وسيله الكترونيه، ممكن تكون، ولكن الاساس انها تكون تعطي المصداقيه وتعطي الشفافيه في موضوع الانتخابات. انا بتوقع انه هاي راح تسهل كثير، طبعا في حال، وانا متاكد انه هذا الحكي راح يصير، في حال انه اسرائيل منعت اجراء الانتخابات في مدينه القدس. وكان هنالك دعوه من النشطاء على اخراج مثل كود، يعني زي ما بنحكي كود عن طريق موقع التواصل الاجتماعي او حتى المواقع عفوا الالكترونيه لاستخدامه في وصول لصندوق الاقتراع. دعني اسالك سؤال استاذ، يعني في ظل التعنت الاسرائيلي في محاربه السياده الفلسطينيه على ارض الواقع، البارحه وفي الامس القريب كان هنالك قرار من ما يسمى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بتجديد امر اغلاق المؤسسات المقدسيه، منها بيت الشر، جمعيه الدراسات، الغرفه التجاريه، ونادي الاسير، وغيرها من هذه المؤسسات. في ظل الملاحقه هذا واعتقال القائمين على الفعاليات بحجه القيام باعمال تابعه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه،
هل نأمل أو نتوقع أن تتم في يوم من الأيام انتخابات في داخل القدس؟ يعني احنا طول ما احنا مستمرين في هذه الحياة، طول ما احنا مستمرين في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي يبتدع ويبتكر كافة السبل من أجل أنه يضعف وجودنا كمقدسيين، من خلال زي ما تفضلتي إغلاق مؤسسات، اعتقال شخصيات، محاربة القيادات الموجودة اليوم في القدس وبتعمل في إطار السلطة الوطنية، كل هاي الأمور. ولكن احنا برضو كفلسطينيين أو كمقدسيين تمرسنا على أنه احنا بالنهاية نحارب هذه السياسة. كل يوم احنا بنبتكر بسكروا مقر نفتح مقر. انتوا في تلفزيون فلسطين مهددين دوما، محاربين، التقنيات، كل هاي الامور. احنا بنحاول بابسط الوسائل ان احنا نبقى صامدين ونبقى نرفع صوتنا. طبعا اليوم اتطورت الطرق من خلال انه اليوم ممكن تعمل على بناء مؤسسات، تبتعد عن الطابع السياسي من أجل أنه أنت ما تم إغلاقها. كل هاي الوسائل اللي إحنا بنحاول جاهدين أنه نقوم فيها من أجل أنه نتجنب إجراءات القمع اللي بتقوم فيها. كما تفضل دكتور، يعني رغم كل هذه الإجراءات إلا أن مؤسسات القدس تأخذ على عاتقها يعني تقديم كافة المساعدات وما تستطيع تقديمه إلى أهالينا والقيام بالأعمال المنوطة بها. والشكر موصول لضيفي الدكتور أشرف الأعور على كل هذه الإيضاحات. إن شاء الله رح نكون معكم على تواصل مستمر في موضوع الانتخابات التشريعية ووضع مدينة القدس. إن شاء الله ربنا بيحمي مدينة القدس، وإن شاء الله تجرى الانتخابات في هذه المدينة، وإن شاء الله رب العالمين ربنا بيبعث لنا أشخاص يمثلوا هذه المدينة خير تمثيل في المجلس التشريعي القادم إن شاء الله. يعني هذا ما يأمل المقدسي، أن يكون من يرأسه هو ابن الميدان وابن هذه المدينة التي عانت وتعاني الويلات. الشكر موصول لضيفي أستاذ القانون العام في جامعة القدس وأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. يسعد صباحك، يعطيك العافية. صباحك وشكرا لك. شكرا إلى عمود فقرة برنامج صباح الخير يا قدس الأساسية والرئيسية وأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، هذا الصباح المخصص لكم بعد هذا الفاصل. صباح الحرية لأسرى الحرية، ولا سجن باق ولا سجان. صباح الخير لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، وهذه تحية من طاقم برنامج صباح الخير يا قدس إلى أسرانا ممن يشاهدون وانتزعوا حقوقهم الإنسانية نتيجة إضرابات طويلة داخل سجون الاحتلال. دعونا نتحدث 10 years channels أو تحدي العشر سنوات، هو وسم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم 10 years channels أي تحدي العشر سنوات. فبدأوا المشاركون بنشر صور شخصية لهم توضح إحداث تغيرات في شخصيتهم أو في طبيعتهم، إلا أن هنالك بعض الأشخاص من اختاروا أن تبدأ هذه المقارنة بتجارب أعظم وأعمق من صفات شخصية طرأت على مظهرهم الخارجي. وهنا نتحدث عن تجارب كانت أصدق برهان على تغيير واضح. فباسل أبو تايه في عام 2009 اعتقل بتهمة الانضمام إلى مجموعة عسكرية ومقاومة الاحتلال وإصابة مستوطنة ليحكم داخل سجون الاحتلال لمدة 10 سنوات، هو وشقيقه المحكوم مدة 12 عاما. يخرج باسل ويبقى يوسف داخل سجون الاحتلال، ونحن وإياكم سنتعرف على قصة الشقيقين مع ضيفي هنا في الاستوديو باسل أبو تايه. يسعد صباحك، الحمد لله على السلامة. صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. في البداية زي ما حكينا في هاي الآونة الأخيرة، أكيد ما لسه ما تبعت لهاش، كان في مقارنة إنه قبل 10 سنين هاي صورتي وهلأ. باسل 2009 باسل 2012، كيف توصف حالك؟ طبعا خلال العشر سنوات من الاعتقال تغير أمور كثيرة. طبعا كباسل من قبل 10 سنوات إلى اليوم، فالحمد لله بعد الإفراج عني شفت فيه تغيرات كثيرة، طبعا مني، من أهلي، من الجميع. يعني حتى الجيل اللي موجود اليوم
لحد الآن لسه ما تعرفت عليه. لسه في ناس تعرفهم. لسه بعد اليوم حتى كأسامي كأشخاص كشكلهم. طبعا أنا بالأسف طبعا اختلفت كليا يعني من شكل لشكل ثاني. وطبعا كان عند أطفال طبعا صغار واليوم ما شاء الله شباب طبعا يعني هاي في كمان تغير يعني بالنسبة لي بحياتي كاملة يعني كان في تغير ملحوظ لدرجة كبيرة. وشخصية باسل في كان تغير؟ حسيت باسل اختلف ب 2009 ب 2019؟ في تغير، في تغير للأحسن الحمد لله. للأحسن إن شاء الله. طبعا السجن بغير الإنسان، بعلمه الصبر، بعلمه كيف يصبر على كل مشكلة تحصل معه خارج السجن أو داخل السجن. وطبعا أهم شيء الصبر، والإنسان يعني بحاجة لأنه يكون صبور بالسجن وخارج السجن من كل الأحداث اللي بتصير حواليه. يعني أنا لاحظت إنه كل ضيوف والأسرى المحررين اللي بنستضيفهم بيكون عندهم هذا الهدوء وهذا الصبر. يعني أنت زي ما حكيت تعودتوا يمكن لأنه جوا السجن، فطلعت هاي شيء على شخصيتكم مظبوط؟ صحيح. طيب بس خلينا نحكي إنه عن الإجراءات، نبلش بلحظة الاعتقال وما بعد لحظة الاعتقال. باسل تم موجود في المسكوبية لمدة شهر في غرف التحقيق، ومش هذا الاعتداء الأول اللي تم على باسل، كان في اعتداء في عام 2015 لما تم اقتحام السجن من قبل حكومة الاحتلال وخاصة القسم 16 اللي بتقبع فيه، احكي لنا عن هالذكريات. طبعا مش بس الاقتحام الأول، طبعا كان في بعض الاقتحامات في أقسام ثانية. طبعا احنا كنا موجودين مش في قسم 16 اللي صار فيه القمعة، في قسم 6. فنفس القسم حتى تم القمع أشخاص كثيرة من الأسرى ومن ضمنهم أنا، تم الاعتداء علي وضربي بالغرفة أنا والمجموع موجودين في الغرفة، منهم كمان كان في شخص كبير بالعمر ما يقارب 60 عام عمره. وتم نقلنا من سجن النقب إلى مجده، وطبعا سجن مجده كزنزانة كبيرة لا يصلح للمعيشة بالمرة للأسرى، وكان موضع سيء للغايه. كان قبل فتره رجعت لك كل هاي الذكريات وخاصه بعد الاعتداء الاخير على سجن عوفة، يعني شفنا اسرانا البواسل تم الاعتداء عليهم طبعاً. فذكرك بالماضي، قديش صعب هناك، كيف يعني سجين واعزل داخل سجون الاحتلال يتم الاعتداء عليه؟ وصف لنا اكثر، يعني انت اصدق من ينشر لنا هاي الفكره والروايه، شو اللي بيصير يومها في لحظه الاعتداء؟ كيف بيكون التعامل؟ طبعا التعامل يعني غير انساني، والاعتداء بيكون وحشي لدرجه كبيره. طبعا ببلش انه بيقطعوا الكهرباء والماء بساعات الصباح الباكر، يعني بساعه 2 3 الصبح بيقطعوا المي والكهرباء. طبعا بيحتجوا قوه كبيره، وهي القوات بتكون يعني قوات مش بس للقمع، في منهم قوات حتى استخدموها للقتل، حتى بيقتحموا السجن او القسم باسلحه حيه، يعني مش بس اسلحه او هاي. طبعا بيتم اول شيء رش الغاز، يعني اللي يفقدوا السيطره، الاسرى يفقدوا السيطره على انفسهم، وبعدها بيقتحموا بشكل وحشي، يعني بيدخل بمعدل كل اسير من 5 إلى 6